عزيز يبلا دعايا كي خبر رحمتك كي غفورة كتسر هي ألم بوريت سياد هم زرديس بما ميوي بو ما ميوي بو ولا تأخذوا الربا ربا شديكي هي والله امس شدي لون امس لا ده بي الربابي ادي ربا ربا هنا بي بي شدنا بي ربا اي حديثه عهد بين تازن بين تازن تاززا تاززا هو بقيمتها هو اللي مستينا هو اللي مستينا ناقة كانت أو بقرة أو شاة وإن اختلف أهل اللغة في إطلاقها على الثلاثة باو زل الرباي أهل لغة اختلاف ينهبي آيد أخوة آيد أخوة ربا إلا بنا خيدرين يعني ببقرش درين يعني بشاتش درين بلان مشهور لنا عرف ربا يعني تازة زابي أو زهر سيابي سميت بذلك لأنها تربي ولدها من دارخو بخي فرق كي بخي وكام وأوزاوها حتى كنج الربايا ويستمر لها هذا الاسم إلى 15 يوما من ولادتها حتى بازدر رجان ربايا أو إلى شهرين يعني حتى دو مانغان قولان لأهل اللغة دو مان ذكر شهر روش أكثر نفاس 60 يوما ذكروا ويتيك دكاتون والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا نقبرهم والله باز در روجو دو مانقو أوانا نا عادة دين تاز زاي أو صاحب مرض زانا لأنه المناسب لنظر الفقهاء فقهاء زور جنادنا لغتي وأكولة أي أو بكردي درني دابستي دابستش يعني مستينا أي مسمنة للأكل وحامل حاملش لي مستينا والحق بها في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفعل أو تازا براني خواردية تازا براني خواردية وتساكرة أو إيش عاوز أو خارج عاوز بونيا تازا أو إيش عاوز دبي لغلبة أزلو برش عاوز نبي در لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بيت زاري حيوان وشعاتك أجر تساكرة راس أو حمل دبي بخلاف الآدميات برن بشر ونيا بيك زاري حمل نابي ولا ربا وأكولة وأكولة وحامل إيه وإنما لم تجزئ في الأضحية أو زعما قلت وان حامل تساكا لي مستينا أدلو لقربانية دين حامل عيبة في ناسي ما كان قرباني وإنما لم تجزئ في الأضحية شنك مقصد جوازة لأن مقصودها اللحم لأضعيه لو كشنوية مقصد قوشتا ولحمها رديء أو آوز قوشتا كي ناخوشا وهنا ليرا مطلق الانتفاع لو انتفاع أو كابرا ورد قريب لمارخو داي دنيتنو استفادة لدكا وهي بالحامل أكثر أدي حامل باشترا انتفاع بترا انتفاع كي تسيئ بتريه لزيادة ثمنها غالبة والزوري وحيوان آوز بقيمة رلئي آوز نبي والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات عيب إلا لو بني آدم عيبا أقنا لو أويدك عيبني وخيار إباشش لمستنا هذه أكولة ورباش هرباش نبون عام بعد خاص عام بعد الخاصة خيار يعني تساك كذا قيل أو هاي انقوتيا وهو غير متزه أو قصرش متزهنية كبرم عامي بعد الخاصة أدي كوباشا بل هو مغاير برخيار دقر أكولة ورباي دانية لتشتي ديكا لصفة ديكا إخياري لمسينا چهان لهمان زوان ترا چهان خوريا كي لهمان باشترا أوها والمراد وخيار بوصف آخر غير ما ذكر وببتن عطف المغاير وعينئذ أو زهنجي فيظهر لبته كو لبت خياري بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات هند قيمة لهند كان زياتر به مثلا حيوان هي جيد ريجا
او زور او او شوان اوان خوش دوي جاي درجه قيمته بتر لك لوان دي شرنيه تو بسي او لي بستيني كابل حد ساوي لدوا وانه لا عبره هنا بزياده لاجل نحو الطاحن بري والله باري زور دكا تشمشي شرقوسي باش دكا نطاع اقوصانه دكا استاك تيرو تاري دينين شري بيدكن كوم او انا كربابو شرسو باري بيورغرن او سنيا او بشرعيه وانه اذا وجد وصف من اوصاف الخيار الذي ذكروها اي وانه اذا وجد وصف من اوصاف الخيار لاوصاف خياري التي ذكروها وشاكولا والربا واوانا لا تعتبر معه زياده قيمه ولا عدمها او شد قيمه دنيا اما قوتمان اكولا والربا اللي مستينا احتمال الربا واكولا كقيمه شكم تربي هر لي مستينا او اعتبارا بالمظنه مظنه او هاي حامل باري بترا أكولة بترا ربا باري بترا أو زا أجر زارش إلى زاران بازار شكاب أنا وعشي أوتو دم سيلا قوتيان دابستي استا لزور ماران قوشتي كاوري ناخون درن والله بزيت دا هيو بوني هيو يان دكتور دري قوشتي سور خرابو أجر شتي وابو بو بقيمت بقيمتش بهالي مستينا أقل قيمة نبي مادام فقهاء وين قول بجيري فقهاء بكو بجيري ما مستاي وذلك داي وذلك راجع وليس هو قبلين دي مستين لو لا تؤخذ نو انا بير نكر دو زوان لا عبرة نو وذلك راجع ولي متنكي لا تؤخذ الربا ادي ولا تؤخذ الربا واكولة وخيار وذلك وذلك لخبري أبا حديث كده زادري إياك وكرائم أموالهم أدي إياك وكرائم أموالهم كرائم الأموال اللي مستنى كرائم الأموال أو الربا وأكلوا خيارك يا نعم إن كانت ماشيته كلها خيارا هم الرباب هم أكلوا هم حاملوا تقبيرسيا أخذ الواجب منها كما مر هروش لبيشون باسكت إلا الحوامل بس حامل اللي مستنى لو لان الحامل حيواناني شي حامل دوا ادي سر روج ديك برخي دبي دبت دو حيوان ها اي اگر هاي بو اگنا باب شي بكر حيوان شي باب بكر ولا ربا واكولة وخيار الا برضا المالك في الجميع لهمان اقاب اخوي كابر الرازي بقيد دنيا لو لانه محسن بزياده دري او قيد دنيا مصاب فشيدكم ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية أجر أهل الزكاة مشترك بون لا حيوان شي لا حيوان شي زكا يا كرزل با زكاة بدن كأنما بياوك نكوغا بياوك بزكاة دا استاج بهور دكان ما زكاة كي بدن ولو اشترك أهل الزكاة أهل الزكاة دا قشيتيا أي اثنان من أهلها كما يفيده قوله زكايا قدوانا رزكايا ديار أهل دا قدوانتي إذا أهل كده بيبدوان برين أهل عادة أهل لو زوران دا قدري دوش دير أهل القرية وإطلاق أهل على الاثنين صحيح لأنه اسم جنس أي وهما مثال أو دوش مثال أقنا دوبي سيبي سندي هبي قيدين يا في جنس واحد لجنسة مشترك بون وإن اختلف النوع بانو إيش الزدابي بانو إيش الزدابي أو بس مري هيا أو تسل مري هيا أو تسل بزني هيا بابيكو زكاة شو بدأ من ماشية نصاب أو أقل نصابي أو تسليها بي أو تسليها بي أو أقل يعني كم تربي بلا ولي أحدهم يشتن ما وانت اشتاق بخينوا أو أقل ولي أحدهما نصاب أقل ببرني يقدر بيبقات نصاب يك بيستي هبي يك تسلي هبي نابي أو بيستي هبي أو يش بيستي هبي نصاب بنعم إرث أو شراء زكيا كرجل كخلطة الزوار الآتية وش خلطة الزوار كمركن لزيران هم تيكر دكن ميقال كيبيك وزكاة لددن بل أولاء وأولاء ترى لخلطة الزوار وقد يفهم من قوله زكيا
زكايا أبزح هكو درين يجتمع هكو بخوي بحز دكا وقد يفهم من قوله زكايا فاعلك كده تسي كدي ألبي تسنية زكايا باهور دك بدن معني يكبتني بدا سر بخو باجنيا ببي برس أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر قسكا أو هذا قيني قسكا أو هذا قيني بلا وليس مرادا مرادي جنية لو تنكو حقي خوايا خو أو زكاة نأمنا نأتوها إذا ما دم برسيتو لو بكم راز دمو لبيني منو توبي وليس مرادا بل له ذلك والانفراد بالنية عنه على المنقول المعتمد أم لباتي تنية دينم درستا إيه الزوجي لباتي تمدا فيرجع ببدل ما أخرجه عنه سندم لباتي تودا أو أن لعدستي موزقة باريا هاتسي دابي تشبه شخوب داي لإذن الشارع في ذلك شنش الشارع إذن دا أو يك ولأن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا كأنه يك ماريك فسلطته أي خلطة كابري تسليت كرديا على الدفع المبرئ الموجب للرجوع او دفعي كمبرئ زميوان بطار دكاو واجب كان لسلاده لادسيو الموجب للرجوع الى دواج بشخوتي لستينو وبهذا فارقد نظائره او زبوق سي فرقي لك نظائرا هي اگر نظائر دي اتو لبي علباتي عالمي خير شي بكي نابي كابرنا اقاي لينا تسنابي بزلير انا بيقمر اسابة دبي ونقل الزركشي زركشي فرمويتي نقلك دي نقل قصي خوينيا فرمودنيا أن محل الرجوع دري هنجي أتوب ليبستينوا حيث لم يأذن الآخر إن حيث لم يأذن الآخر وطمان كابرا إذنش إن ذابي أتو ليستينوا ومانقو ونقل الزركشي أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر محلك كنجيا خبري النيمايا أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر ظرف الرجوعية أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن عدى من المشترك أقل ما لي مشترك دا أوزا ليستينوا أوزا أقل لي خود دا لي مستينوا وفيه نظر أقل إذن ندابو وفيه نظر لنظري تداهيا بل ظاهر كلامهم والخبر ظاهر كلام فقهان ظاهر حديثكي أنه لا فرق هيتس فرقينية تسلى مالي مشترك بدي سبخوت بدي هيتس فرقينية هل يستينوا ثم رأيت ابن الأستاذ رزح ذلك أو إيش قوتيتي أو ها باشا ثم أزو ماري أنت كركب زكاة ياندا قد يفيدهم الاشتراك تخفيفا عند زار هيا بوتي كركني إيش لسروان سوكا بقازانز دكان كثمانين بينهما سواء وشي هشتابي تسل ايتو تسل ايوي تكر دكن يك زكاتي لهشتاي يك زكات دكوي اد يك تكر تانا كردبا دباعتو بتن يكشي بدا يوجب تن يكشي بدا استوبه هردو كان يكشي ددن او هردو قازان ستاكن وتثقيلا زار هيل ستان خرز دبي كأربعين كذلك اتو بيستت هيا او جبيستي هيا أو أقرب التنبان زكاة الندى بس إستعدبي بدل وتثقيلا على أحدهما وتخفيفا على الآخر يعني لو يشي قازان لو يشي زررة كستين شيزبي لأحدهما ثلثاها يكك دو سلسي هيا كستين لأحدهما ثلثاها أتو تسلت هيا أو بيستي هيا أقرب التنباي مرة كددا أو بتنبا هيسي نددا الان بهور دكان مره شي ددن معنا دو سلس قيمتي عايدي تو سلسك عايدي بي لو تو قازن زلو يزرر وكان اشتركا او زاري مثال شي دي الشريك بن في عشرين لبيست مري مناسفة دائت ودائويا اي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها سيد بتنه هيا سي ايتوا لبيستيش دائتوا دائويا او زعل انت كربو بويتا سن بويتا بنزا الان زكاة شي ددن لو زكاة اي لبنزاي سن دائتوا همين لا هم ايتون يا دائويا لبيستك ايه ودى الشريك نبو لديان دائويا بنزا بنزاي بكا بنز خمس
ده ايويا ده صار ايتوا صار عسل بنزاي ايتوا دش ايويا او ها فيلزمهم لسرتو واجبا أربعة أخماس شاتين صار خمسان عايدي توا صار خمس صار خمس أقمر بفيسد هزاري بي دبيت سارسد هزاري بي دي أوشسد هزاري دي دا والآخرة خمس شاتين وقد لا يفيد شيئا زارش هيت نزر رنا قازانزا كمئتين سواء وشي دو ست هزار بي دو ست دو ست مر بي دو ست مر لسد مر يتو يك زكاتي دي دي أو لست يشي دي دا وشي تيكرو كدبت دو ست لدو ستكش هريكا لدو ستكي دوا وقد لا يفيد شيئا كمئتين سواء أو هيا ويأتي ذلك في خلطة الزواري أو جعاني خلطة الزواري شهروية وشي مران تيكر ذاك أما إذا لم يكن لأحد إيمان صاب أدي أقريك نصابي نبي فلا زكاة زكاة تدانية وإن بلغه مجموع المالين با مجموع مالا كان بكات زكاتيش أو كوا كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر أتو نوزده مرت هيا أو نوزده هيا أو بوسي وهشت سنة ميدانه أو زاري دو مرتان كري بيكوا واشتركا في ثنتين سن دو مرتان كري إلا لو دوي أنقو شريكن إلا لدوا كي شريكن أو دي هر كان مصدق خوي زدايا أدي أو السنية أو أو خلطا 38 يان أو زاري سي وهشتو تيكر كرد وما يزا شاتين دائما أتو مرة كد بتني هابو لخانية كد كد بتني أو مرة شي لخانش دي كد بتني دي ساني وزكاة تدانية وصلى الله على سيدنا محمد.